ثاني عسكري لا لا انا من 55 هو شيء قلت لابن عمي منين ما سمعت لا يا ويان والنعم اي من بيت رمح مرسلت ان شاء الله اي والله خاله الله يسعد الله يسعد اي احنا مال بيت رمح مدري شنو لو جاي قايد مثلا سكريتي هيك انه جات ما عندي انا ما عندي شيء انا في شعر وقاعدك وقاعد مثل اذا خلصت بالاقلام قبل انا كيفك عم محمد انا بدي اجي بس انا جاي ما راح ابو اميره اشوفه اي والله زوده بالعمى يعني نعم الله مرمر احنا كل المتقاعدين بغض النظر عن تمامهم هذا فلان هذا بصلاح الدين كل يعني خدمتكم انت عسكري لو مدني لا مدني مدني طلعت شو شركه نفط البصره شو وقت طلعت انا انت طلعت بال 19 اي بس كنت بشركه نفط الجنوب اي الخدمه مالتي لازم 30 سنة اي صارت 32 انا هسه عندي زين بالبصره ما عندنا فرع حتى واحد راجع المعقل يعني كلش سنوات هذا عندي عشان تعطيك الرقم مال ست بلقيس يعني الا اروح على الرقم تاريخ ثالث مو ادق عليه وهي موجوده هذا شوفه انه موجود هسه انت اشكالك شنو بس الرقم تاريخ حتى راجع هنا قالوا لي رقم تاريخ ما شنو مال الكتاب اللي دازين للتقاعد اللي دازين لا للتقاعد لا هم دائره التقاعد مال البصره اخوي احنا دائره التقاعد لا دائره التقاعد العام اي احنا مو دائره التقاعد يعني انا اراجع التقاعد هم يطلبوا مني رقم تاريخ التقاعد العام طبعا يقول لك انا شلون ادور لك على كتابك اي فهذا المشكله هذول انت هسه تريد شغله بالبصره اي لا راح اعطيك رقم روح انا راح اعطيك رقم ممثلتنا بالبصره ست بلقيس ابو عبد الله اعطيها رقم ست بلقيس اتصل بها ما تقصر ان شاء الله مو جاي تحكي؟ اي هي بس العلاج اعطيها الرقم ما تقصر وين المكتب مالها؟ هو تخابرها وهي تعطيها على التليفون سعد خابرها لا لا ما يحتاج روح لساعد سعد هو من البنايه مال منظمه البشر كان دلها كان هناك كلها هناك البصره؟ لا امامي انا كلها هناك انا هنا ببغداد اه شعب والله ببغداد إذا تراجع التقاعد يقول لك وين رقم وين تاريخ لازم رقم وتاريخ ما يتحاجون هو تجيب رقم وتاريخ وما يتحاجون هذا صار لي اسبوع انا عليهم ادقين وعنده رقم ماله يا بس اعطيني رقم وتاريخ حتى اراجع يقول لي راح يطلع لك هذا الشهر وتعبني يطلع لك نهايه خدمه يعني اي نهايه خدمه زين ايش عجب بها ست من 18 طالع من 19 اي من 19 ليش؟ عند الخدمه العسكريه ليش ما اللي جبتها دفعت عليه توقيفات؟ اي 954 اخذوا من عندي اربع سنوات سبع اشهر جد كم سنه؟ اربع سنوات جد اخذوا مليون؟ 954 قول مليون يقول زين اي انا توقعت ب 3 ملايين 4 هي 4 لا لا 954 اخذوا من زين مو احنا دافعين ترى بالدائره النفط ايش قد راتبكم؟ احنا راتبنا بالواحد شويه فلوس لا راتبنا نعمل اذا مليون تجي 12 مليون مليون ونص تجي 18 مليون هو سيد يجينا حوالي 12 انتم لكم مسبقيه بما انه طالع بال 2019 ما مستحق نهايه خدمه يعني ما مستلم لكم مسبقيه بالتوزيع اي بس هم يعني بس الدرجه وتعرف حتى اي يومية باتر يومية باتر خلاص هسه انا لازم احكي للبصره الطريق يطول هنا ما الطريق لا تروح خابرها هسه هنا وين اخ كريم ابو الكود وين كان قاعد هنا والله كلفناه خطيئه على مره من بغداد هي وملفها بالكوت عندها وفاه ابوها استلمت راتب ما شهر شهرين وعافه ودنيشه فالرجل راجع لها يعني ترى ماكو خدمه والله احنا هسه ما نحمد نفسنا والله بالكوت راجع لها قالوا له مسوين صك للمصرف هم روح اخذ تاكسي وروح للمصرف قالوا له بتاخرت بالاستلام ورجعنا الصك للتقاعد مره ثانيه صك جديد صك جديد رجع كتابنا وكتابكم نبش طلع قبل يوم هذا الرجل الاخ كريم جزاه الله خير جت هذا الاسبوع سلمت 5 مليون 5 مليون فلوس ابوها المتوفى يعني لا ما هاي الحركه ولا ما جهود اخونا وجهود الرابطه اي صحيح اتنام الشغله وهاي المره منو الها والله التقاعد ما جاي مو كلهم اي مو كلهم اذا ما تجيب رقم تاريخ ما يطلعوا هسه تقاعد الكوت الرجل جاي يحمد بيهم يقول ممتازين انا ما اريد اطول عليه يعني واحد لما تقول له يمه هو والله احنا مدير
صار سبع ايام اي اخابره يديد لي باكر ادز لك عقب رقم التاريخ لحد الان ما اضطريت عندي اتصل بي حيث علاقات هاي اختنا اللي اخابره واذا ما اصعد للبصره واروح ان شاء الله ان شاء الله الله يسهل امرك يا غالي يا مرحبا.